وللوقوف عند محاولة الميليشيات اليزيدية حرق جامع الرحمن بقضاء سنجار بمحافظة نينوى، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي من عمان الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور هلال الدليمي. مرحبا بك معنا دكتور. عليكم السلام. أنا مرحبا. مرحبا بكم دكتور. مع ارتكاب الميليشيات اليزيدية لهذا الانتهاك أو محاولة حرق المسجد، ما دور الوقف السني في توفير الحماية اللازمة لهذا المسجد ولغيره من المساجد والجوامع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولقناة الرافدين والعاملين عليها. أولا، هذه فتنة، والفتنة قائمة وتدار حكوميا بامتياز. هذه الميليشيات هي تابعة لما يسمى للحكومة العراقية أو للحشد أو ما تسمى، لأن ميليشيات مرخصة بالعمل وإلا ما كانت لتحمل السلاح وتتطاول على الأماكن العبادة أيا كانت هذه أماكن العبادة. ولكن نحن نعلم بأن هناك فتنة مخطط لها، وهذه الفتنة تدار بشكل منتظم. أما ما هو دور الوقف السني، الوقف السني مؤسسة حكومية ليس إلا، يعني لاحظنا ما كان دور الوقف السني عندما تم تفجير المساجد عند فتنة داعش التي أدخلت بتكتيب حكومي واضح وتكشفت كل معالمه، وما كان دور الوقف السني. الصمت المطبق على كل هذا لأنهم حقيقة موقفهم حكومي صرف، وبالتالي لا، ليس لهم دور في حماية المساجد وليس لهم دور في هذا الأمر أساسا، وهذا ما لمسناه عمليا. أما أنه تعين خطيب أو تعين إمام مسجد أو كذا، هذا الكلام كله من أجل الحرق على الحقيقية على الإسلام. نحن نلاحظ أنه هذه الميليشيات، نحن كلنا ندين أي عمل ضد أي مكون عراقي مهما كانت العمليات التي أديرت ومن كان وراءها ومن يقف وراء هذا العمل أو ذاك العمل، من دخول المحتل الأمريكي وهو يلعب بهذه الورقة مع المحتل الإيراني بشكل كبير وبشكل دقيق لكي يضيق على مكونات الشعب العراقي كافة، وبالذات المناطق التي أطلقت منها المقاومة العراقية ضد المحتل الأمريكي. وحقيقة فعل ما يمكن أن يفعله ولا زال يفعل، لكن من هم الأدوات التي يستخدمها؟ هذه الأدوات تتغير حسب المصالح. دكتور كيف يمكن تفسير وقوف القوات الحكومية أمام هذا الانتهاك دون تحريك أي ساكن؟ القوات الحكومية تنفذ تعليمات، القوات الحكومية تنفذ تعليمات الحكومة، والحكومة هي التي تثير هذه الفتنة. لاحظ أنه لو كان الأمر يتعلق بمهنية هذه القوات أيا كانت، الواجب عليها منع أي اعتداء على أي أماكن العبادة أو أماكن عامة أو أسواق أو أرواح ناس، هذا واجبهم. لكن من عندما تشاهد هذه القوات حسب ما ورد في التقرير وحسب ما أنهم كبار المتفرجين لا يعملون شيء ولا يمنعون من يقوم بهذا العمل، إذن هم جزء من العملية وليست هم ضد هذه العملية أو هم طرف محايد أو طرف آخر. القوات الحكومية عادة عندما تكلف بعمل معين تقوم بأداء واجبها كما ينبغي، لكن هذه القوات لاحظنا في أكثر من مكان وأكثر من موقف تقف متفرجة وتدع الإرهابيون يقومون بكل هذه الأعمال لأنها تخدم المصلحة أو تخدم الهدف الذي وجدت من أجله. ما هو المبرر لوجود هذه الميليشيات اليزيدية في هذه المناطق؟ وما دور المسجد؟ ما هو الأذية التي قام بها هذا المسجد على اليزيديين في سنجار؟ كل هذه الأسئلة يجب أن يجيب عليها المواطن نفسه ليعرف أنه هناك فتنة تدار وهناك أهداف أخرى للتضييق على المنبقى من أهل السنة في سنجار. يعني الأسئلة التي طرحتها دكتور هلال أسئلة مشروعة في الحقيقة، وهي برسم الإجابة لكل الجهات المعنية، ونحن نتساءل بدورنا ما الدوافع وراء مثل هذه الأحداث وهذه المشكلات التي تحدثها عناصر في الميليشيات؟ هل هي بدافع شخصي مثلا أم بدافع مخطط وراءها من يدفعها لمثل هذه التصرفات والاعتداءات على المساجد خاصة مساجد الوقف السني، وبالتالي كما تفضلتم إثارة الفتنة هناك؟
أخي الكريم، هذه لو لاحظنا كل هذه التصرفات هي تصرفات مؤدلجة مدفوعة الثمن، مخطط واضح يقف وراءها جهات دولية للتضييق وإثارة الفتنة في هذه المناطق وعدم الاستقرار في هذه المناطق بشكل كبير. اليزيديين مع العراقيين وعاشوا في هذا البلد منذ مئات السنين، لم يحدث أن تجاوز عليهم أحد، ولكن المحتل الأمريكي وما أتى به من أوراق كل فترة يظهر لنا بورقة ومسميات جديدة وميليشيات وحشد والقاعدة وداعش وإلى آخره، وكل هذه المسميات التي أدخلت الهدف من تهديم البنى الاجتماعية يعني تهديم أو تحطيم النسيج الاجتماعي العراقي. هذا واحد. اثنين، الحرب على الإسلام وبيان أن المسلمون هم عبارة عن مجموعة من الإرهابيين، وهذا ما تستفيد منه يستفيد منه المحتل لزعزعة الأمن في البلد الهدف المستهدف. والآن هذه الحكومات وهذه الأحزاب التي أتى بها المحتل هي ورقة بيد المحتل الأمريكي الإيراني، ولاحق أنه تعرفهم كيف تشاء. وإلا ما هو دور الحكومة الشرعية الرسمية التي هي عفوا غير شرعية، هي حكومة احتلال ولكن الرسمية خلينا نسميها وفق الدستور، ما هو موقفها من هؤلاء وكيف ستتعامل معه؟ ما هو دور محافظة القوات الأمنية أو المحافظ نينوى أو المسؤولين في نينوى عن هذا الإجراء؟ أليس هذا جزء من مسؤوليتهم؟ هل المساجد أصبحت بهذه يتم الاعتداء عليها بهذه الطريقة الوقحة عيانا؟ والمسجد ليس له دور في أن يقوم ناس مخربون من هنا ومن هناك بهذا العمل، ولكن الميليشيات لها أسلحة وتتحرك بحرية تامة وتقوم بالاعتداء على المساجد. وبنفس الوقت هذا يعطينا مؤشر أنه ما هو موقف المسلمون هناك، ما هو وضعهم الأمني، كيف يتعاملون معهم هؤلاء بالنتيجة. لأن القضية ليست قضية بناء المسجد، ممكن يعاد، لكن الذي لا يمكن عدده هي العلاقة ما بين مواطن الشعب العراقي، ما بين المسلمين وما بين اليزيديين في تلك المنطقة. هذا هو الأخطر بلا شك. دكتور هلال، شكرا لك. الأكاديمي والباحث السياسي دكتور هلال الدليمي، كنت معنا عبر الخط الهاتفي من عمان.